السلام عليكم خويا، انا واحد من الجاليه المغربيه. اليوم انا جاي ماشي باش نمشي لفرنسا، جاي باش نوصل لواحد الميساج للجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا. باغي نقول لهم يا المغاربه يا المسلمين، راه حنا فرنسا ما كنسوا والو، حنا عاد فرنسا ما كنسواو حتى حاجه، حنا غير يضربوا علينا تماره نخدموهم ونمشيو ننعسوا ونتخلصوا. انا قدام القنصليه دابا 3 شهور هو كيدي ويجي فينا، ما دار معنا حتى حاجه. وميساج اخر كنبغي نوصل للمسؤولين ديال البلاد، اش درتو مع هاد الجاليه اللي حاصله هنا؟ كل ما كاين اللي تحبش ليه الخلاص، ما عندوش باش يكري، ما عندوش باش ياكل، ما عندوش باش يعيش، اش درتو معاه؟ ومن هذا المنبر هذا كنبغي نقول للجاليه المغربيه، خاصنا نتحدوا، خاصنا نتحدوا في فرنسا ونوقفوا لهم من الخدمه، ما يبقى حتى شي مغربي يخدم، يجلسوا لهم باش نعرفوا حنا واش عندنا القيمه ديالنا في فرنسا ولا ما كايناش. وفيف لو ماروك، فيف لو روا. خويا المشكل ديالنا حنايا جينا هنايا فاكونس، جينا المغرب، حنا اصحاب الجاليه المغربيه. تسدات الحدود مالوغوزمون بهذا الوباء وبقينا عالقين هنايا. المشكل ديالنا ما كاينش اللي تصنت لينا، ما كاينش اللي عطانا وقت. لا القنصليه الفرنسيه عطاتنا وقت، لا وزاره الخارجيه عطاتنا وقت، وما كاينش اللي جات تصنت لينا ولا تكلم معنا ولا قال لنا شنو خاصكم ولا حاجه. حنا المشكل بغينا ندخلوا بحالنا، بغينا ندخلوا عند ولادنا، ما صمنا مع ولادنا، ما عيدنا مع ولادنا. كاين الناس الله يحسن العون اللي عندهم واحد عندهم واحد القدر ديال الفلوس جاو به تقاد ليهم، كاين الناس اللي ما عندهم السكنه. خاص ديروا معنا حل. حتى واحد ما جاي يتصنت لينا، حتى واحد ما جاي يسولنا، حتى واحد ما كنجيو منا من الصباح للعشيه وحنايا في الشمس. حمالديكم ديروا لنا حل، شوفوا لنا، زيدوا لنا الطيارات، ديروا لنا حل، خصنا نمشيو بحالنا. احنا كرهنا، راحنا في وضعيه مزريه يا حمالديكم، ديروا لنا حل باش نمشيو بحالنا.